في ظل التغطية المتواصلة لأخبار أجهزة الجيل القادم على قناة بلاير 1، ولإبقائكم على اطلاع على كل اللي بيحصل، في هذا الفيديو راح نشوف ملخص سريع لكلام الرئيس المالي لشركة سوني السيد صاحب الاسم المتناغم هيروكي توتوكي، وحديثه عن سعر البلايستيشن 5 في المقال اللي تم نشره اليوم الثلاثاء على فيديو جيمز كرونيكل، بالإضافة لتصريح الشركة العملاقة الأخرى نينتندو عن ثقتها في وضعها الحالي وعدم تخوفها من حرب أجهزة الجيل الجديد. في خبر مفاجئ إلى حد ما، خصوصا مع تبقي أقل من 10 أشهر على توفر الجهاز بالأسواق، سوني ما زالت محتارة في تحديد السعر المناسب لجهازها المنتظر البلايستيشن 5. فبناء على المقال اللي تم نشره صباح اليوم على موقع VGC أثناء الاجتماع المالي الخاص بالربع الثالث في السنة المالية لشركة سوني، تم سؤال المدير المالي السيد توتوكي عن كيفية تطبيق التحول السلس بين الجيلين واللي تحدثت عنه الشركة سابقا، وعن العوامل اللي تقدر سوني تتحكم فيها والعوامل المخفية المتعددة وتحديدها. في رده على هذا التساؤل ذكر السيد توتوكي التالي انه لابد تتم السيطرة الكلية على تكلفة الموظفين والعمالة، وتحدث عن أهمية تحديد مدى حجم الكمية اللي من الضروري توفرها وقت الإصدار. أما السبب وراء تواجد الكثير من العوامل المخفية واللي تخلي عملية تسعير البلايستيشن 5 معقدة هو التنافس الشديد في صناعة الألعاب، وشخصيا أتوقع المقصود بهذا الكلام بشكل أو بآخر هو أنه بيكون في علاقة مباشرة وتأثير مباشر بين سعر الإكس بوكس سيريس إكس وسعر البلايستيشن 5. وذكر أيضا السيد توتوكي أنه بعد تحديد السعر راح تقدر الشركة تحدد مدى حجم التسويق ومدى التكلفة اللي مستعدة أنها تتحملها. وفي ختام حديثه في المقال ذكر أنه في النهاية هي عملية موازنة، وبسبب تواجد العديد من العوامل المؤثرة والغير معروفة من الصعب تحديد السعر المناسب في الوقت الحالي، لكن الشيء الأكيد هو أنه الشركة راح تحاول توصل للسعر المثالي واللي من خلاله تقدر الشركة تبيع الجهاز بشكل كافي بحيث يكون مربح لسوني أثناء دورة حياته. المهم في هذه الجملة الأخيرة هو أنه سوني قد تكون مستعدة لتحمل خسائر أو أرباح قليلة في السنين الأولى من عمر البلايستيشن 5 بهدف بيع الجهاز، لكن بمقابل أنه يتم تعويضها على المدى الطويل، الاستراتيجية اللي الكثير من الشركات تستخدمها في بيع بعض المنتجات. ومع الكلام على جهاز سوني المنتظر ضروري أعطيكم خبر أنه تم إضافة صفحة خاصة بالبلايستيشن 5 على الموقع الرسمي لبلايستيشن، مع الاكتفاء بذكر أنهم ما زالوا غير مستعدين للكشف الكلي عن الجهاز وتوفر إمكانية الاشتراك بقائمة الأخبار للحصول على أخبار الـ PS5 من موعد إصدار، سعر وألعاب فور توفرها بشكل رسمي. رابط الصفحة والمقالات بتلاقوها في الوصف. جدير بالذكر أنه السيد جيم رايان الرئيس التنفيذي لسوني انترتينمنت صرح سابقا أنهم ناويين يخلوا عملية الانتقال بين الجهازين أسرع وبتسارع ووتيرة لم تحصل في الأجيال السابقة. وبالنسبة للأكثر من 100 مليون شخص اللي عندهم البلايستيشن 4 شدد السيد جيم رايان أنهم راح يستمروا في الاهتمام ودعم الجهاز لسنين قادمة. أما بالنسبة للعملاق نينتندو واللي جهازهم السويتش بيحظى بأرقام ممتازة للآن مع بيع أكثر من 50 مليون جهاز، ذكر رئيس الشركة السيد فوروكاوا أنه يعتبر السويتش ما زال في منتصف دورة حياته وأنهم ما هم ناويين يطلقوا أي جهاز جديد في العام القادم، خصوصا مع إصدار السويتش لايت في سبتمبر الماضي. يعني من الآخر نينتندو شايفة أنها ما راح تتأثر بالصراع بين إكس بوكس وبلاي ستيشن وأنهم راح يستمروا في تقديم الشيء الخاص فيهم. أتمنى أني أكون قدرت على السريع أخليكم على اطلاع بآخر أخبار أجهزة الجيل الجديد واللي راح أستمر في تغطيتها ومحاولة تقديمها لكم بأسرع وقت وفور توفرها. ولمشاهدة المزيد من المقاطع عن PlayStation 5، الإكس بوكس سيريس إكس وغيرها من المواضيع المتنوعة والمختلفة في عالم الألعاب، ضغط على الاشتراك والجرس وشيك على باقي فيديوهات بلاير 1، وشكرا على المشاهدة.